وبها تنتهي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي حضرها بنفسه عليه الصلاة والسلام. وفي خلال هذه الغزوات التي ذكرناها تكررت السرايا التي قتلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهات كثيرة، كما ذكرنا في أول الكلام عن السرايا، وتكلمنا عن سرية عبيدة وحمزة وسعد بن أبي وقاص. كذلك هناك سرايا كثيرة كان لها أثر كبير، ومن أهم هذه السرايا التي ينبغي أن نعرف عنها شيئا سرية الرجيع وبني لحيان. وهذه سرية الرجيع وبني لحيان وبئر معونة كلها متلاحقة ومتداخلة. وأهم قصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من القراء في بئر معونة، هي منطقة تسمى بئر معونة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من القراء ليفقهوا أقوام من العرب جاءوا إليه وتظاهروا بالإسلام. فلما ذهب معهم القراء من حفظة القرآن الكريم، وكانوا 70 رجلا، ذهبوا معهم وفي الطريق غدروا بهم وقتلوهم. وكان من هؤلاء خبيب بن عدي رضي الله عنه الذي أسروه وأخذوه إلى أهل مكة فباعوه لهم. وسجن خبيب بن عدي في مكة، وكان يأتيه العنب وهو في السجن يأكل منه. الله عز وجل أكرمه بأنه كان يأتيه العنب في السجن يأكل منه وليس في مكة حبة العنب. ثم لما أخذوه يطلبوه ليقتلوه قال اتركوني أصلي ركعتين لله، فكان أول من سن القتل، فكان أول من سن الصلاة عند القتل، فنزل وصلى ركعتين، وكان يحب أن يطيل فيهما، لكنه قصر فيهما حتى لا يقال أنه خائف من القتل. ثم قال الأبيات بيتين شعر جميلين، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم تقدم فصلبوه وقتلوه لعنهم الله. هذه قصة. كذلك كان معهم رجل في نفس هذه الوقعة يسمى عاصم، فعاصم هذا طلبوا أن يأخذوا رأسه ليشربوا فيها الخمر في مكة، أرادوا أن يأخذوا رأسه انتقاما منهم، فحاولوا أن يصلوا إلى جثمانه فما استطاعوا. أرسل الله عز وجل الدبابير فحمت جسده، ثم جاء سيل فأخذه وذهب. ومن السرايا أيضا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم سرية خالد بن الوليد إلى جماعة يسمون بني جزيمة. هؤلاء ذهب لهم خالد بن الوليد وأراد أن يدعوهم إلى الإسلام، فكانوا بدل أن يقولوا أسلمنا لا يفتنون فيقولون صبأنا صبأنا، لأن الكفار كانوا يسمون المسلمين كل من أسلم يقول صبأ، صبأ يعني ترك دين أهله وآبائه. فهم من جهلهم بأمور الدين يريدوا أن يقولوا أسلمنا، فبدلا من أن يقولوا أسلمنا يقولوا صبأنا، فقتلهم خالد بن الوليد. ثم
علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قتلهم خطأ وهم كانوا مسلمين. ومن السرايا أيضا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم جرية خالد بن الوليد إلى العزة إله المشركين جهة الطائف، فأرسله إلى العزة، فلما وصل إلى هناك هدم المكان الذي يزعمون أن فيه العزة، فخرجت منه امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها جنية كانت هي التي يعبدونها، فتبعها خالد فقتلها. ويذكر في ذلك شعرا قال: لا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. والسرايا كثيرة، وهذه أمثلة منها أيضا الذي يريد أن يعرف أخبارها فهي موجودة في كتب السيرة بالتفصيل. لما انتشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب بعد فتح مكة، وقبيل الفتح أيضا بعد صلح الحديبية، وبعد غزوة تبوك التي ظهر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدم على غزو الروم، ومثل هذه الأمور، هاب العرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقدم كثير منهم على الإسلام أو على القدوم إلى المدينة ليتعرفوا على هذا الدين الجديد الذي استطاع أن يهزم قريشا واستطاع أن يتقدم إلى الروم، وكانت الروم دولة عظيمة جدا لا يمكن لأحد أن يتخيل أن يقدم العرب على محاربتها. فجاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوفود عبارة عن مجموعات تأتي من القبائل التي في الجزيرة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الوفود المشهورة وفد عبد القيس. وفد عبد القيس من البحرين، البحرين اللي هي المنطقة الشرقية في كل، وهناك مسجد يسمى مسجد جوزة، هذا من أوائل الإسلام التي من أوائل المساجد التي بنيت في الإسلام، وهو في المنطقة الشرقية. فجاء وفد عبد القيس وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم من الإسلام وحثهم على أشياء من الشرائع، ورجعوا إلى قومهم دعاة ومعلمين. كذلك جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيهم سورة الحجرات التي قال الله عز وجل فيها: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لأنه لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحوا: يا محمد أخرج لنا. فالله عز وجل قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فبداية سورة الحجرات كانت في وفد بني تميم. كذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد طيب، وهي قبيلة من قبائل العرب، وجاءه وفد بني حنيفة، ووفد بني حنيفة كان معهم مسيلمة الكذاب. مسيلمة هذا من بني حنيفة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر وصارت له زعامة في العرب، أراد أن يشابه النبي صلى الله عليه وسلم فادعى النبوة، هو ورجل آخر يسمى الأسود العنسي جهة اليمن. فأبو مسيلم الكذاب من بني حنيفة والأسود العنسي من جهة اليمن، هؤلاء هذان الرجلان
ادعيا النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهر أمر مسيلم الكذاب واخترع قرآنا من رأسه، فكان يقول: لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوما يظلمون، ولكن قريشا قوم يظلمون. هذا من القرآن الذي ابتدعه، يقول أن المفروض ينقسم الأمر بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما سمع بسورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، أراد أن يؤلف قرآنا مشابها لها، فكان يقول: يا وبر يا وبر، كلك أذنان وصدر، وسائرك حقر حفر النقر. ويقول: والفيل ومن فيل، الفيل ومن فيل، له زلوب طويل وذنب قصير. ويقول: والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا، والساردات سردا خبزا ولحما. ويقول: الحمد لله الذي خلق الحبلى أخرج منها نسمة تسعى. ويقول أشياء كثيرة كلها تفاريح: إن أعطيناك النحناح فصل لربك وارتاح، وأشياء كلها خرافة. هذا بالنسبة للوفود. وفي العام التاسع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة الوحيدة التي كانت مكة تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت حكمه، فأرسل أبو بكر يحج بالناس، حج بالناس السنة التاسعة، ونزلت سورة براءة التي فيها براءة الله من المشركين. وقال الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن ينادوا علي بن أبي طالب وأبو بكر، أمرهم أن ينادوا ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. منع طواف الغراب بالكعبة، ومنع حج المشركين، لا يحج إلا مسلم. ثم في العام التالي، وهي السنة العاشرة من الهجرة النبوية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الحج، وأخبر الناس أنه سوف يحج هذا العام، فاجتمع بشر كثير من المسلمين. طبعا الوفود ذهبوا إلى بلادهم وأسلم الناس، وممن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الوفود وفد ثقيف. احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف فترة وما فتحها ورجع عليه الصلاة والسلام، وكان إسلامهم بمقدم وفد ثقيف. جاءوا ووجدوا أن أكثر العرب أسلم، فقالوا: لا فاقة لنا بمحاربة العرب جميعا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم ودخلوا في دين الله. فجاء الناس من ثقيف ومن طي ومن كل مكان من أماكن الجزيرة، جاءوا ليتعلموا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحج بهم وقال لهم: خذوا عني مناسككم، وخطب فيهم خطبا عديدة، وأهم خطبة التي خطبها يوم النحر، فعلمهم أصول وأساسيات هامة في حياة المسلمين، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فسميت هذه الحجة حجة الوداع، والخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم سميت خطبة الوداع. فحج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ورجع إلى المدينة. ولما رجع إلى المدينة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به المرض بعد مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بفترة. وخلال الفترة هذه أرسل أيضا بعض السرايا والبعوث، وكان أهم بعث جهزه النبي صلى الله عليه وسلم هو بعث أسامة إلى جهة الروم أيضا. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم هذا البعث
فلما علم أسامة بمرض النبي صلى الله عليه وسلم وفداء شكواه انتظر حتى يعرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم له، هل يخرج أم ينتظر. فاشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولقصة مرضه تفاصيل أيضا. وكان الذي يصلي بالناس في وقت مرضه أبو بكر الصديق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه خليفة المسلمين بعده. وكان يقول: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر الصديق. فكان أبو بكر يصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء شكواه يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يريد بيت عائشة رضي الله عنها، ليلة عائشة، حتى يمرض عندها، لأنه كان يحبها أكثر من بقية نسائه. فعرف ذلك نساؤه، فأذن له ومرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة حتى جاء يوم الاثنين. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وهم يصلون، وابتسم ابتسامة فرحا بصلاتهم خلف أبي بكر وانتشار الإسلام. وكان ذلك مصداق لقوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه الآيات لما نزلت عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترب من الرحيل من هذه الدنيا، وخطب في الناس وقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. فبكى أبو بكر الوحيد الذي فهم أبو بكر، فقال: بل نفديك يا رسول الله بأرواحنا. ولكن اختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله عز وجل. وكان يوم الاثنين مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها، فسمعته يقول: بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فعرفت أنه لن يختارنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما من نبي إلا ويخير عند موته، يبقى في الدنيا أم يموت وينتقل إلى الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ينتقل إلى ربه. فاختار لقاء الله عز وجل، قال: بل الرفيق الأعلى. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يموت أوصى أمته بالصلاة. كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، ويأخذ فرقة يمسح بها وجهه من العرق، عليه الصلاة والسلام. فلما مات صلى الله عليه وسلم شك الصحابة في موته، ومنهم عمر بن الخطاب، حزنوا حزنا شديدا وقالوا: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح عمر يقول: من سمعته يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه، بل ذهب إلى ربه وسيعود لقتال الكفرة وليكمل نشر الدين. فقام أبو بكر الصديق ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده مسجا بفرد له، يعني مغطى، فكشف وجهه وقبله وقال: تبت حيا وميتا يا رسول الله، والله إن الموت التي قد كتبها الله عليه قد متها. ثم خرج وصعد المنبر ثم قال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فيقول عمر: فوالله ما سمعت هذه الآية حتى ظننت أني لم أسمعها أبدا، كأنه أول مرة يسمعها.
فخر مغشيا عليه وتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم بعد ذلك قالوا كيف نغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فغسلوه من فوق ثيابه، لم يجردوه صلى الله عليه وسلم من الثياب وإنما غسلوه بثيابه، وكانوا قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي يدفن حيث يقبض، فدفنوه في غرفة عائشة التي مات فيها، وطلبوا من يدفنه فوجدوا الذي يلحد فلحد له القبر وأنزلوه في قبره صلى الله عليه وسلم بعدما صلوا عليه جماعات، كان يدخل عليه مجموعة مجموعة تدخل تصلي وتخرج، مجموعة أخرى تدخل تصلي وتخرج. ثم لما دفنوه جاءت فاطمة وقالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ثم جلست تقول يا أبتاه، أجاب رب دعاه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه صلى الله عليه وسلم. هذه نبذة عن مرضه صلى الله عليه وسلم ووفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره له حياة خاصة، له حياة خاصة ليست مثل حياة الدنيا. حياة الدنيا انتهت، مات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في كتابه إنك ميت وإنكم وإنهم ميتون. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات فهو مكذب بالقرآن وخارج عن إجماع الأمة وضال، لأن هناك بعض الفرق الضالة يقول ما مات، ولكنه مات وعاش الحياة البرزخية الكاملة التي هي أكمل من حياة الشهداء. الشهداء قال الله عز وجل فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهداء أحياء ولكن فين؟ عند الله، ليسوا في الدنيا، ماتوا في الدنيا ماتوا، ولكن الحقيقة أنهم أحياء عند الله يرزقون، لهم حياة خاصة، أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. النبي صلى الله عليه وسلم حياته أكمل من حياة الشهداء، ولكن الحياة البرزخية وليست الحياة الدنيوية. الحياة البرزخية يعني التي بين الدنيا والآخرة، البرزخ يعني المكان الحاجز بين منطقتين، فالحياة البرزخية هي الحياة التي بين الدنيا والآخرة. وهذا الجزء الأوسط من السيرة وهو حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. أول شيء أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، يعني أي أحد يدفن في الأرض يأتي الدود ويأكل جسده ويتحول هذا الجسد مرة أخرى إلى تراب، يتعفن ثم يتحول إلى تراب. وأما الأنبياء فقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، عرفتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جسده كما هو الآن في قبره لم يتغير فيه أي شيء عما دفن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الله عز وجل أكرمه بأن كل من سلم عليه في أي مكان في العالم رد الله إليه روحه فرد عليه السلام، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره صلاة تليق بإيش؟ بالحياة البرزخية، والصلاة ذكر ودعاء لله عز وجل، كما جاء في الحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، في حياتهم البرزخية يصلون عليه الصلاة والسلام. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء بموسى فوجده قائما يصلي في قبره في مكانه الذي دفن فيه عند الكثيب الأحمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ولكن حياتهم ماذا؟ حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم،
فيخرج من قبره صلى الله عليه وسلم وهو أول شافع وأول مشفع يوم القيامة. الله عز وجل قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة. الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات يوم القيامة، يعني يشفع عند الله، يعني يطلب من الله. ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة أن يطلب من الله أمرا من الأمور لشخص معين أو لأشخاص. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، منها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، هذه عندما يخرج كل الخلائق يوم القيامة من قبورهم إلى الحشر ويلجمهم العرق وتدنو الشمس من الرؤوس وينتظروا أن يفصل الله عز وجل بينهم، أن يفصل الله عز وجل بينهم. فيطول الانتظار وما فصل الله عز وجل بينهم، فيرغبون إلى الأنبياء، يذهب إلى آدم يقول: يا آدم أنت أبونا وأنت أبو البشر، كلمك الله وخلقك بيديه، ويقول إيش؟ نفسي نفسي لست لها لست لها، اذهبوا إلى غيري، أو يقول اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبوا إلى إبراهيم يقول: يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء وأنت خليل الرحمن وأنت كذا، فيقول: نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات وهي كلها في ذات الله، لم يكذب ولكن عرب. لما أرادوا أن يأخذوا زوجته منه قال: هذه أختي، وقصد أختي في الإسلام. ها؟ ولما قال: إني ثقيل، والثانية لما قال: إني ثقيل والمرض، ما أحد يسلم من شيء، مرض في نفسه وتعب في جسده، فهذا ليس مرض صحيح، يعني ليس كذبة محسوبة، وإنما هي تعريض. أيضا كلنا فينا سقم نحتاج إلى أن يداوي الله عز وجل قلوبنا ويداوي نفوسنا، عرفتم؟ ولما قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أهل العلم قالوا، هو قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إذا كانوا ينطقون فالذي فعله كبيرهم، لكن هم ينطقون إذن إيه؟ ما فعله كبيرهم، عرفتم؟ فعرض وما قصد أنه فعله حقيقة، فعله إن كانوا ينطقون، وإن لم يكونوا ينطقون ما فعله، عرفتم؟ فهي في الحقيقة ليست ثلاث كذبات، ولكنه حسبها على نفسه لأنه من هو أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن، ما يرضى لنفسه حتى أن يستخدم التعريض، ما هو الكذب؟ التعريض في عمره كله، عاش كما يذكر بعض أهل العلم أكثر من 100 سنة، وحسب على نفسه هذه الثلاث كلمات. هل يستطيع أحد أن يحسب كم مرة كذب في الدنيا؟ هو حسب هذه الثلاثة طول عمره أكثر من 120 سنة تقريبا، وحسب على نفسه هذه الثلاثة أمور واعتبرها كذبات، عشان تعرفوا ما عظم الكذب. فكان يقول: نفسي نفسي، يعني ما يستطيع يطلب من الله شيء وقد فعل هذه الثلاث أشياء. ثم قالوا: اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله. ذهبوا إلى موسى نفس الشيء، يقول: نفسي نفسي إني قتلت نفسا فاذهبوا إلى غيري، يقصد الذي قتله قبل البعثة، وما قصد أن يقتله، هو ضربه فمات وقبل أن يبعث، ولكن أيضا لم يرضى بذلك. ثم قالوا: اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فذهبوا إلى عيسى فقال: نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد. ولم يذكر له ذنبا، ما ذكر أنه فعل شيئا، ولكن ما الذي جعل عيسى عليه السلام يقول نفسي نفسي؟ لأنه له موقف أعظم من كل الذنوب هذه، وهو أنهم دعوه من دون الله، جعلوه إلها من دون الله، فسوف يأتي يوم القيامة ويقول الله عز وجل له، كأنه حساب شديد، كما لو اتهم شخص بأنه ادعى أنه هو رئيس البلد،
فإذا كلمه الرئيس كيف يعني جعل في نفس المنزلة؟ يعني سؤال خطير. الله عز وجل قال إيه؟ وإذ قال الله يا عيسى، يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الآيات التي في آخر سورة المائدة. ويجلس يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم. وذلك يفكر في إيه؟ في هذا الموقف العظيم عندما يسأله الله عز وجل كيف اتخذك الناس إلها من دون، وهو يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. ها إلين يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا الموقف يخشاه عيسى عليه السلام ويفكر فيه، وليس عنده جرأة أن يطلب من الله شيء وقد اتخذه الناس إلها من دون الله. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها. لماذا؟ لأن الله وعده بذلك. قال ومن الليل فهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي لا ينبغي لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي فيسجد تحت العرش ويلهمه الله كلمات جميلة وأدعية يدعو بها الله عز وجل ويتقرب إليه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد يلهمه الله إياها، ويقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيطلب من الله عز وجل أن يريح الناس من هول الموقف، وبعد ذلك يشفع للناس في دخول الجنة، ثم بعد ذلك يشفع للناس الذين دخلوا النار وهم من أهل لا إله إلا الله أن يخرجوا من النار، فيذهب ويخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله موقنا بها صادقا فيها. ومن شفاعاته أيضا أن يشفع لبعض الناس حتى ترتفع منازلهم في الجنة، وكذلك يشفع لكافر واحد فقط، وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو عمه أبو طالب، يشفع له ويخرجه من العرصات من الجحيم إلى ضحضاح من النار، أقل أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا هو أبو طالب، يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من غمرات النار فيجعله في ضحضاح منها، يوضع في أخمص قدمه، يعني عند أخمص القدم اللي هي المنطقة هذه التي في أسفل القدم، جمرة يغلي منها دماغه، جمرة من النار يغلي منها دماغه، لا يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وهو أهون أهل النار عذابا. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يدخل الجنة، وقد أمر خازن الجنة ألا يفتح لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هي منزلة تسمى الوسيلة، هذه المنزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم، بقية أهل الجنة كلهم في منزلة أقل من هذه المنزلة. وهذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وفي الجنة عليه الصلاة والسلام. في أمور تتعلق بالسيرة وهو ما يسمى دلائل النبوة، وكذلك الخصائص المحمدية والشمائل، هذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسيرة وهي تأتي ضمن أحداث السيرة. ما هي دلائل النبوة؟ دلائل النبوة هي الأشياء التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء أحد
وادعى أنه نبي لا بد أن يأتي بدلائل على نبوته. ما الذي يؤكد لنا أنه نبي وأنه صادق فيما يقول؟ من الممكن أن يأتي أي أحد يقول أوحى الله إلي وهذا كذا كذا، مثل مسيلمة لما فعله مثل الأسود العنسي وغيرهم ممن ادعى النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي دجالون 30 كلهم يدعي النبوة. فكيف نعرف؟ دلائل النبوة هي التي تبين صحة دعوة النبي أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل. فدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول في شخصه صلى الله عليه وسلم، شخصيته صلى الله عليه وسلم هي في حد ذاتها من دلائل نبوته. فأول شيء صدقه صلى الله عليه وسلم وعفافه وأمانته، كما قال هرقل ملك الروم سأل أبو سفيان، سأل أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم فقال له أكان يكذب؟ قال لا. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. رجل ما يكذب، يأتي فيكذب ويقول الله أرسلني، هو أصلا ما يكذب في أشياء من أمور الحياة البسيطة التي يكذب فيها كثير من الناس، فهل يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله؟ لا يمكن. عرفتم؟ كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، كيف أتى بهذا العلم؟ تشريع عظيم في كل شيء وفي كل صغيرة وكبيرة ونظام متكامل في أمور الحياة، كيف أتى بهذا التشريع وهو لا يعرف القراءة والكتابة؟ كيف ذكر قصص الأنبياء السابقين؟ من أين عرفها؟ كيف ذكر أشياء في المستقبل لم تحصل بعد؟ عرفتم؟ كيف ذكر أشياء في نفوس الناس، في نفوس المنافقين؟ الله عز وجل ذكر أمور في القرآن في نفوس الناس، يكفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ذكر أشياء في نفس الناس. لو ما كان هذا في نفوسهم كانوا قالوا ما هذا ليس في نفوسنا، أنت كاذب، ما أحد قال هذا. ذكر أن أبو لهب سيموت على الكفر وقال تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. لو أبو لهب قال آمنت بالله كان كذب القرآن، فكيف الله عز وجل قال أنه سيصلى نارا ذات لهب؟ ومثلها أشياء كثيرة. وهذه تدخل في أيضا شيء آخر من دلائل النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه وشمائله وهديه وتعامله مع الناس كله يدل على أنه صادق. لما قالوا هذه الشياطين تتنزل عليه، قال الله عز وجل قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. ما عمرنا شفنا واحد يتنزل عليه ولا شياطين يركبون ويوحون إليه ومجنون وهو نظيف جميل أخلاقه حسنة هادئ، كما قالت خديجة يصل الرحم ويعين الملهوف ويغيث الملهوف ويعين الكل الذي لا يستطيع أن يعمل الشيء بنفسه المتعب ويقرب الضيف. هذه الأفعال نعم ويعين على نوائب الحق. فهذه الأخلاق الحسنة ما في أحد من المجانين الذين يتنزل عليهم الشياطين من السحرة والكهنة والدجالين أخلاقه هكذا، إنما هم كذبة أفاكين كما قال الله عز وجل تنزل على كل أفاك أثيم. طيب هذه من دلائل نبوته، أول شيء في نفسه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في القرآن الكريم أو في معجزاته عموما. المعجزات، المعجزة للنبي هي الشيء الخارق للعادة. النبي يأتي يقول أنا مرسل من عند الله، فيقول أين الدليل على أنك مرسل من عند الله؟ فيقول كما طلب قريش، طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ائت لنا بآية دليل على أنك مرسل من عند الله. كل نبي كان له معجزات، فمثلا
موسى عليه السلام أرسل الله معه من المعجزات الكثيرة التي أرسلها معه، أرسل معه العصا، ألقاها فأصبحت ثعبان عظيم جدا، ولما جاء السحرة أكل ثعبانه كل الثعابين الصغيرة التي فعلوها بسحرهم وليست حقيقية هذا السحر، كما قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وأما تحول العصا إلى ثعبان هذه حقيقة، الله عز وجل خلق من العصا ثعبانا، فلأجل هذا أكل كل عصي السحرة لأنها ليست حقيقية. وأيضا اليد يدخل يده تخرج بيضاء من غير سوء، كان فيها مرض ولما أدخلها في جيبه خرجت سليمة معافاة ما فيها ولا شيء، وأشياء كثيرة كما ذكر الله عز وجل في القرآن هذه من معجزات موسى عليه السلام. طيب معجزات عيسى، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. نوح عليه السلام الله عز وجل أرسل الطوفان وأغرق الكافرين، عرفتم؟ وكل نبي آتاه الله عز وجل من الآيات ما جعل البشر تؤمن بما جاء به. النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة جدا ويكاد يكون ما في معجزة أعطاها الله لنبي من الأنبياء إلا وأعطى الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منها. فأول معجزة وأهم معجزة هي القرآن الكريم، القرآن الكريم كله معجزات، هو نفس القرآن، وهذه المعجزة الوحيدة الباقية. كل المعجزات الأخرى التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها شيء، كما قلنا طلب قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، أشار لهم إلى القمر فأصبح القمر قسمين، انشق قسمين، قسم من الجهة هذه وقسم من الجهة الأخرى، فقالوا سحر، طلبوا منه آية فأراهم انشقاق القمر، قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. فهذه آية من الآيات، كان يأتيه الأعراب يقول أنت رسول الله؟ قل نعم. قل أرني آية، يقول إن دعوت لك هذه الشجرة فجاءت وشهدت أني رسول الله تسلم؟ قل نعم. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة فينكسر منها عذق وينزل يأتي إليه يسجد ويقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يعود ويطلع في الشجرة ويركب مكانه. هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كان الحجر والشجر يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله، كان الحصى يسبح في يد الصحابة يمسك الحصى فيسمع تسبيح الحصى في أيديهم، كان الطعام القليل يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيطعم مئات الأشخاص ولا ينتهي ولا ينفذ، كان الماء القليل الذي لا يكفي واحد من الناس يفور مثل العيون المائية من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ الناس ويملأ آنيتهم. هذه كلها معجزات ومثلها كثير، الذي يريد أيضا أن يعرفها يرجع إلى كتب دلائل النبوة، نحن ندخل بعض الكتب اللي هي تتعرض لهذا، فكتب دلائل النبوة في هذا الباب تذكر كثير من المعجزات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن الكريم فهو معجزة باقية إلى يوم القيامة، إلى الآن هو معجزة، الله عز وجل تحدى به العرب قال فأتوا بسورة مثله فما استطاعوا، قال فأتوا بسورة فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أن يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، مدام أن افترى الرسول صلى الله عليه وسلم ألفوا طيب ألف عشر سور مثله ما استطاع، قال قل فأتوا بسورة من مثله سورة واحدة حتى مثل إن أعطيناك الكوثر أكثر سورة، فما استطاع العرب مع أنهم كانوا أهل البلاغة والفصاحة والبيان. وفي النهاية قال الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأن القرآن كلام الله كيف يشبه كلام المخلوقين؟ العرب كانت تعرف من الكلام أشياء، شعر، الشعر معروف، الشعر له طريقته وله أوزانه، هذا الشعر، ويعرف النثر اللي هو الكلام غير الأبيات الشعرية، الكلام المنثور الجميل المنظم كذا، لكن هذا القرآن له شعر وله نثر، شيء ما عمرهم سمعوا به ولا يعرفوا، إلى الآن ما نعرفه إحنا، لا كذلك ما عرفه العرب، لا يشبه كلام الناس، اللي يقرأ يقول هذا قرآن، لا يستطيع أن يقول هذا شعر ولا يستطيع أن يقول هذا نثر، نظام خاص بالكلام. كذلك القرآن فيه معاني عظيمة وفيه تشريعات عظيمة، هذه التشريعات يعجز عنها البشر، لو يمسك الإنسان سورة واحدة فقط من القرآن الكريم يجد فيها تشريعات ومعاني عظيمة، لو يحاول الإنسان أن يكتبها في غير السورة هذه تأخذ مجلدات كبيرة ولا يستطيع أن يأتي عليها، يفوت أشياء. القرآن ما ترك شيئا، الشريعة الإسلامية ما تركت شيئا إلا ودلتنا عليه وفيه تشريع، أي شيء لو يفكر الإنسان في أي شيء في الحياة يجد فيه في التشريع شيء، كيف هذا؟ هذا لا يمكن أن يأتي به بشر. كذلك الإخبار كما ذكرنا عن الأمم الماضية وتصحيح أشياء عند أهل الكتاب، هؤلاء أهل الكتاب الذين نزل عليهم الكتاب ويقول وعندهم أحداث وقصص، القرآن كان يصحح لهم، كيف يصحح لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمي لم يقرأ كتابا قط، من أين عرف هذا؟ إخباره بالأمور التي في الغيب كما قال الله عز وجل، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فالروم هزمتها فارس، ثم أخبر الله عز وجل أن فارس أن الروم سوف يهزمون الفرس في بضع سنين، يعني أقل من 10 سنوات يحصل هذا، فرجعت الحرب بين الروم والفرس وهزمت الروم الفرس، وكانت هزيمتهم يوم بدر، قال الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون. كذلك القرآن الكريم فيه من أنواع البلاغة الشيء العظيم، هذا يحتاج إلى معرفة اللغة العربية، ما أستطيع أن أشرحها الآن لأنها تأخذ وقت طويل، صنوف البلاغة لأن القرآن تحدى العرب في لغتهم وهم كانوا أهل البلاغة، فالقرآن جاء بأجمل وأعلى درجات البلاغة التي لا يستطيعها بشر، وغير ذلك، هذه كلها تسمى دلائل الإعجاز بالقرآن الكريم. طيب ننتقل إلى الخصائص، الخصائص هي الأشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء أو عن غيره من الأمة، أو اختصت به الأمة عن الأمم الأخرى، وهذه لها كتب مثل كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، كتاب الخصائص الكبرى، هذا الكتاب الإنسان إذا قرأ فيه يجد الخصائص التي اختص بها الله النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني كان الذي يريد أن يصلي لابد أن يصلي في مكان للصلاة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت له الأرض مسجدا، أي مكان في الأرض يصلي وفي الإسلام أي مكان يصلي فيه الإنسان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني إذا ما وجد الإنسان الماء يستطيع أن يتيمم بالتراب، هذا التيمم لم يكن إلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خص بهذا من دون الأنبياء، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال مسرت بالرعد مسيرة شهر،
قبل أن يحارب العدو إذا كان بينه وبين العدو شهر، مسيرة شهر، يعني هو في مكة والعدو في الشام ويعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي لقتاله، يقذف الله الرعب في قلوبهم، يجلس شهر كامل خايفين من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نصر من الله لهم ليس لأحد من الأنبياء. وقال جعلت لي، وقال أوتيت جوامع الكلم، يعني المعاني الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في كلمات قليلة، فتجد الحديث كلمتين أو ثلاث كلمات ولكن له معاني كثيرة نشرح فيه ونستنبط منه أحكام وأشياء. فهذه من البلاغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يقول كلمات قليلة وهي تتضمن معاني كثيرة. والخامسة أحلت لي الغنائم، كان في الحرب الأنبياء السابقين إذا غنموا شيئا جمع ووضع في مكان فأتت نار من السماء فأحرقته. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أحل الله له الغنائم، كل ما يغنمه من الكفار ينتفع به وينتفع به المسلمون. فهذه هي الخمسة، وحلت لي الغنائم واحد، جعلت لي الأرض مسجدا اثنين، وطهورا ثلاثة، وصدت بالراء أربعة، وأتيت جوامع الكلم خمسة. هذه الخمسة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث متصل، ولكن له خصائص أخرى كثيرة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أمته، ومنها أن الله عز وجل أباح له أن يتزوج تسع من النساء في وقت واحد، وأباح له أن يتزوج التي وهبت له نفسها، وجعل له نصيبا من المغنم خاص به صلى الله عليه وسلم، وأمور كثيرة زي ما ذكرنا يرجع لها في كتاب الخصائص، يقول هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كل مسألة تأتي يقول هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي اختصه الله عز وجل بها وهي مشهورة عملية أن شيطانه أسلم، كل إنسان الله عز وجل جعل معه قرين من الجن، هذا القرين من الجن يأمره بالسوء وبالشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أنا فإن الله حتى أنا قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فقرينه صلى الله عليه وسلم أسلم فأصبح لا يأمر من سلم إلا بالخير. أما باقينا كلنا وكل الأنبياء معهم قرين لا يأمرهم إلا بالسوء، هذه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها خصوصيات أخرى زي ما ذكرنا كثيرة لا نطيل الآن بذكرها. وطبعا أيضا من الخصائص التي يعني احنا تعرضنا لها منها أنه أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه القبر، وأنه له الشفاء المقام المحمود، وأنه له الوسيلة، كل هذه كلها خصوصيات وحفرها يأخذ وقتا طويلا. أما الشمائل، الشمائل عبارة عن الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بشؤونه الخاصة مثل وصف خلقته، هذه تدخل في الشمائل وإحنا تكلمنا عنها. فهذا باب من الأبواب التي تدخل تحت مسمى الشمائل. كذلك لباسه صلى الله عليه وسلم ماذا كان يلبس، فتجد باب يتكلم عن لباسه صلى الله عليه وسلم، كان يحب لبس القميص، كان يحب من الثياب البيض، كان يلبس الإزار إلى نصف ساقيه، كان مثل هذه كلها إيه؟ تسمى شمائل لأنها تتعلق بلباسه صلى الله عليه وسلم. طيب في نومه كيف كان ينام،
عليه الصلاة والسلام كان ينام على جانبه الأيمن وكان يضع كفه تحت خده وكان ينام على الأرض وكان كذا وكان شيء يتعلق بنومه صلى الله عليه وسلم وكان إذا نام يغط أحيانا وكان ينفخ وكان يستيقظ في الوقت الفلاني وكان لا يحب السمر بعد العشاء وكان هذه كلها تسمى شمائل. أيضا طعامه ماذا كان يأكل صلى الله عليه وسلم؟ كان يحب القساء، كان يأكل القساء بالرطب، كان يحب الدباء، كان يكره الضبط، شيء تتعلق بطعامه. كان إذا أكل أكله بثلاثة أصابع، كان يأكل مما يليه من القطعة، كان يلعق أصابعه، كان هذه كلها تتعلق بطعامه صلى الله عليه وسلم، كيفية الأكل، كيفية الجلسة، أنواع الطعام التي يحبها. كان يحب الزراعة من اللحم، كان هذه من الشبع. طيب عبادته صلى الله عليه وسلم وأذكار الأذكار التي كان يقولها هذه تدخل في الشمائل. كيف كان يقوم؟ كان يقوم حتى تتفطر قدماه، كان يقرأ طوال السور في قيام الليل، كان ينام من الليل أوله ويقوم في آخره، كان يقوم في أوله وينام في آخره. عرفت؟ فعبادته صلى الله عليه وسلم تدخل تحت مسمى الشمائل. فالشمائل نعم، وأهم شيء في الشمائل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كيف معاملته لنسائه، كيف معاملته للأطفال، كيف معاملته لرعيته من المسلمين، كيف كان يصفح عن الذي يسيء إليه، كيف كان يحسن إلى الأرملة والمسكين، كيف كان يعامل الفقراء، كيف كان يدعو إلى الله عز وجل، كيفية دعوته. عرفتم؟ هذه كلها من شمائله صلى الله عليه وسلم، وهذه لها كتب خاصة تتكلم عنها. فالآن يعني يكاد يكون تكلمنا عن موضوعات كثيرة بصورة شمولية. وبالنسبة للمراجع التي يريد الإنسان إن أحب الاستزادة أن يرجع لها، في السيرة ككل، كتب السيرة، كتب السيرة لابد أن نتعرف عليها. وأشهر كتاب في السيرة كتاب يسمى السيرة النبوية لابن هشام. هذه السيرة النبوية لابن هشام هو الكتاب الأساسي عند أهل العلم الذي يذكرون منه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأماكن. وهذا الكتاب فيه روايات صحيحة وروايات غير صحيحة، فلا يظن الإنسان أن كل ما في هذا الكتاب صحيح. ربما يسمع الإنسان شيء في السيرة ومأخوذ من سيرة ابن هشام وليس بصحيح. كذلك هناك كتاب السيرة النبوية وهو ضمن كتاب البداية والنهاية لابن كثير. أيضا الحافظ ابن كثير كتب في السيرة كتاب كبير ضمن كتاب البداية والنهاية. وأيضا هناك كتاب قديم يسمى المغازي للواقدي، وهذا الكتاب يتكلم عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب السيرة كثيرة، ومنها كتاب الطرهوني صحيح السيرة النبوية، وهذا ليس كاملا. طيب أما بالنسبة لدلائل النبوة، فكتب دلائل النبوة كثيرة. في دلائل النبوة أسماؤها هكذا: دلائل النبوة للبيهقي، وفي دلائل النبوة لأبي نعيم، وفي دلائل النبوة للأصبهاني، وفي دلائل النبوة للفريابي. كل هذه الكتب من كتب دلائل النبوة. طيب بالنسبة للشمائل ذكرنا كتاب، لا احنا قلنا الخصائص، الخصائص في كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، هذا أكبر كتاب تكلم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته. كذلك في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ، وكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي،
وكتاب زاد المعاد لابن القيم في هدي خير العباد، هذا أيضا جزء منه كبير يتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نقطة نريد أن نتعرض لها، وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن. وأما الآية التي فيها قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، فالمراد منها على دين عظيم، وليس المراد مدح أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن أكثر الناس وكما يذكر أكثر أهل العلم، لأن هذه الآية نزلت قبل يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم في البعثة، كانت في بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، وكانت تطمئنه على أنه على دين عظيم، إنك على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني وإنك لعلى دين عظيم، وليس شيء من الجن ولا من الشياطين كما يعني قد يتوهم المتوهمون، وكما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يكون به جنون كما ذكرنا في أول البعثة. فلما نزل عليه القرآن تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن، فأصبح على خلق عظيم، لأنه تخلق بأخلاق الدين، عرفتم؟ نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.